مش هنروح لايه لساب تاسك من التاسك الكبير حاجه بتقوله ده. دلوقتي المفروض اللاعب سواء كبير او صغير قبل ما ينام بنص ساعه المفروض يعمل ايه؟ برافو عليك. ما انا المفروض العكس بقى. هايل. ايه العكس اللي المفروض اعمله؟ كل اللي انا عايزه مش كل اللي انا مش عايزه. كل اللي هيخليني كويس مش اللي احتمال يخليني وحش. يبقى اي حاجه احتمال تخليني وحش انا هستبعدها، واي حاجه احتمال تخليني كويس انا اقربها الفتره دي. الناس اللي هي ما عندهاش خلفيه قوي بنقول لها اسهل حاجه ادعيه النوم، اسهل حاجه بالذكر، دعاء النوم هدف من بس كله. ولازم لازم اكون انا عندي نقولها الحته دي مهمه. في عندنا جهاز الترديد اللي هو اللسان، في جهاز التوليد اللي هو القلب. اه طبعا. فلازم جهاز التوليد يسمع جهاز الترديد، لو ما سمعوش ما يديكش الطاقه بتاعته. عشان كده الناس تتدبر اللي انت بتقول. اه تقول اذكار بس ما ياخدش النتيجه، وقول الذكر ما تاخدش النتيجه بتاعته ليه، بس مش عايش جهاز التوليد مش سامعه. لكن انا لو حد قال لي كابتن هيثم اقول له خبر حلو ابنك كسب كذا كذا مش ممكن. انا هنا جهاز سمع عندي، فبينتج طاقه عاليه جدا او كميه عاليه من النواقل العصبيه، الدوبامين والسيروتونين والاندورفين والاكسيتوسين طبعا دول، والنور ادرينالين، كل دول كده الانتاج الكبير قوي ليهم ده بيخليني انا في المود. يقول لك كلمه في المود يعني ايه؟ يعني مستوى الهرمونات عنده جيد جدا، فبيبدا يستقبل احداث قد تكون صعبه بسهوله، عارف يتبسط. يعني انا قبل ما انام يا دكتور ابتدي اردد او ابتدي اعيش حاله اللي انا عايزه. يعني أيوة. مثلا انا عايز اطور نفسي، اطور نفسي ازاي؟ عندي شوتنج مش كويس بالظبط، عندي انا متضايق من الجماهير، طب ازاي انا احاول انجلكت ده وما افكرش فيه مزبوط. وافكر في الحاجه اللي انا عايز اصبح بكره الصبح ان شاء الله العلم. حضرتك بتفكرني بكلام كتير، احنا لما كنا بننام حتى في المنتخبات وعندنا تمرينه ثاني يوم واحنا في مود ان احنا سين التعب وبتاع بنقوم فايقين، يعني بنقوم طبعا وعايزين طبعا. وعايزين نكسب، بتلاقي الموضوع انت طيب نص ساعه اخيره انت عايش. حضرتك بتقول لي اللي انت عايزه مش اللي حصل لك، مش انت مش عايزه، مش انت عايزه، مش اللي حصل لك، مش اللي مضايقك. فكر في اللي انت هتشتغل بيه على نفسك تاني يوم. طب تريكومند ده اعمله ازاي؟ طب حلو ده حلو قوي، نعمله ازاي؟ ده تايتل حلو او عنوان حلو، حلو اعمله ازاي؟ ايوه عندنا كده صفحتين في المنتل في المايند سيت. الصفحه الاولى اسمها ماذا حدث، الصفحه الثانيه اسمها ماذا يمكننا ان نفعل. ماذا حدث ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على المستحيل تعديله. ماتش خلص، انا كسبت خسرت اضطرت اصابه اي حاجه، ده ماذا حدث. في هنا صفحه ثانيه اسمها ماذا يمكننا ان نفعل. ماذا حدث دي بتستدعي كل الطاقات السلبيه اللي في اللاوعي. نعم. ماذا يمكننا ان نفعل بتدي له باور عالي جدا ان انا اقدر اعمل حاجه. صحيح الحياه كده بس انا اقدر اعمل حاجه. من اول هنا انا بعمل الشيفت ده في عقلي عشان ما اديلوش فرصه يشتغل في ماذا حدث. صحيح. طيب ولما انا اشتغلت على اللي ممكن اعمله يقول لي ده الممكن، ده المستحيل. طب لو نزلنا شويه، لو انا بشتغل في ماذا حدث يشعرني بالملل ويشعرني بانها النهايه. خسرت ماتش دي النهايه، ما اتخدتش منتخب دي النهايه، خدت دي النهايه. فالنهايه هنا بتديني ملل من ممارسه النشاط بعد كده. هنا بيشعرني بالامل والبدايه اللي هي ما خدوش منتخب، ده انا هموت نفسي بقى في التمرين لان انا افضل وانا جاي، فدي بدايه جديده. كويس. امشي تحت شويه، لو انا ماشي في ماذا حدث يديني في الاخر خطوات انسحابيه. يعني انا رايح التمرين الصبح ماليش نفس روح التمرين. خطوه انسحابيه. هنا بتديني خطوات تفاعليه. خطوه انسحابيه بتستنفذ الطاقه بتاعتي. الخطوه التفاعليه بتولد مستوى طاقه عالي جدا. صار بقى الحدث حصل اهو، في ناس مشيت هنا كده وفي ناس مشيت هنا كده. مش هنا طبعا كسبان. الصلابه النفسيه. حكايه جديده وقصه جديده. بالظبط. بس احنا هو لازم يتمرن عليها. مول في الصلابه النفسيه هتجيب ورقه وقلم على طول وتبدا تقسم الموقف اللي حصل ما بين حاجات لا يمكن التحكم فيها وحاجات يمكن التحكم فيها. دي بنسميها الواقع ودي بنسميها الموقع. الواقع هو كل حاجه في حياتي ما اعرفش اغيرها خالص. يعني ابويا مين؟ هقول لك انا يعني مثال سريع جدا ولطيف، وكل ما افتكره الحقيقه يعني دموعي تنزل، مش عشان حاجه، لا لان انا لو فهمت الكلام ده بدري كان ممكن ابقى حاجه جميله قوي. وانا في الناشئين انا كانت مجموعه احمد شموطي الله يديله الصحه وطارق فريد والعسقلاني واحمد معتز وعصام معوض، المجموعه دي كانوا 62 بيديك الصحه هو المنتخب. كويس. فيمشوني من اول يوم على طول، قصير انا قصير على الرغم ان انا كنت كويس جدا في المرحله دي. كويس. بس بمشي ليه؟ عشان قصير، انت مش ده مش ده. فكنت اروح البيت ابص لوالدي كان الله يرحمه، والدي ما كانش قصير، طوله 1.80 1.81 زي بالظبط كده. كويس. اللي هو الستاندرد بتاع معظمنا يعني. فبص لوالدي وانا عندي نقمه كبيره جدا.
جدا عليه. انت السبب، انت اللي مش طويل، انا ذنبي ايه؟ طب انا كويس في الدوري. ما دي منطقه الواقع مش هتتغير. وبص لوالدتي الله يرحمها، وزي ما اكون بلوم بيني وبين نفسي عليها، انت ليه اتجوزتي ده؟ وجهه نظر. ما انا بقول لحضرتك وجهه نظر. لا حضرتك دي مش مشكله، ده هتلاقي كتير كتير جدا. انا بقى انا عايز انقل الخبره بتاعتي دي النهارده. الكلام ده بيحصل عندي 17 سنه. افتكر مره الكابتن توفيق شهاب، احنا لعبنا مع الاهلي ماتش في الاهلي وكسبنا 3-1، وجالي قال لي عايزينك تبقى موجود معانا وكلام زي كده. فانا كنت بقول ما انا لو في المنتخب فرصي افضل، فاروح وامشي اروح وامشي كل مره. وايمن فخر الدين برضه، انا بتكلم على مجموعه الشباب في الاهلي يعني. فحسيت وقتها وعطويه بقى وابو السريع ومدحت القط، في مجموعه كده كانت في الزمن ده. ايه اللي خلاني انا زعلان جدا من والدتي الله يرحمها، وزعلان جدا من والدي؟ امشي المنتخب، انا خناقتي مع مين دلوقتي؟ مش مع المدرب المشاني، خناقتي مع بابا وماما في البيت. ما انتوا فعلا مش طوال، طب انا اعمل ايه؟ انا جهدي عملته، انا بتمرن كويس، انا بروح الجيم كويس، انا بعمل كل حاجه، طب انا اعمل ايه؟ انا مش ذنب، انا ضحيه. لان انا بشتغل في ماذا حدث، اللي هي الواقع. لا، في حته تانية اسمها الموقع، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي افكاري، تعليمي، ثقافتي، ادواتي، احلامي، اهدافي، مهاراتي، خطواتي، انجازاتي، دي بتاعتي انا بقى. شغلانه ده شغلانه بقى، سيب الحته دي خالص. فانا لما اشتغلت في التدريب، طب ما انا اشتغلت كويس جدا كمدرب، ما حدش سالني بقى ايه انت طويل ولا قصير كمدرب. خرجت بره المربع، بره الاطار خالص. انا اشتغلت في الشرطه هنا سنين طويله جدا، اشتغلت في نادي الوصل في دبي سنين طويله، واشتغلت في نادي العين في ابو ظبي، واشتغلت في نادي رابس في الصخيمه، واشتغلت في حتى في دبي، اشتغلت في 4 أندية في الامارات. طب ايه اللي بيوديني من نادي لنادي؟ ما انا لو مدرب وحش، ايه اللي بيخليني اقعد 6 سنين في النادي او 7 سنين في النادي؟ يعني 7 و6 بيبقى الناس مبسوطه من شغلك. اذا دي منطقه اعرف اتحرك فيها، لكن منطقه ان انا طويل وقصير دي مش منطقتي، ومش هوصل لحاجه خالص. حتى اتضايقت، حتى انبسطت، حتى كنت مش هوصل لحاجه. بالظبط، اخرج بره المربع ده وروح بقى زي ما حضرتك بتقول للمنطقه اللي انت تقدر تغيرها. ايوه.